الناس ما بترحمش وكأن اللي حصل ما حصل وكأن الثورة دي ماتش واللي هيكسب يبقى بطل. الناس ما بترحمش وكأن اللي حصل ما حصل وكأن الثورة دي ماتش واللي هيكسب يبقى بطل. ولا فاكرين اللي ماتوا وهم بيحلموا بالتغيير ولا طايقين اللي عاشوا وكملوا مشوار التحرير. شافوا الدقون بتكتر قالوا هبا الوضع خطير. ما هو اصل اللي بيحكمنا مخه خطير ورهيب ومكيد. استفدينا تأفدينا طلعنا نعم وضروري اكيد. شطوا الاخوة في المجلس واصواتهم بدأت تزيد على نغمة قال الله وشوية يقول حق الشهيد. دخلوا المجلس كسفونا قدام كوكب ارض عريض. اول جلسات المجلس جلسوا حضرات النواب والشعب فخور متحمس بالصور نجحت يا شباب. فجأة النايب بيأذن وسط الجلسة بدون أسباب. ودي حزب النسب دعم عمليات تبديل أعضاء. ده الناس الناس ما بترحمش وكأن اللي حصل ما حصل وكأن الثورة دي ماتش واللي هيكسب يبقى بطل. ده الناس الناس ما بترحمش وكأن اللي حصل ما حصل وكأن الثورة دي ماتش واللي هيكسب يبقى بطل. فجأة محمد محمود بيولع قلنا ده مش مسبيره. دلوقتي في مجلس ثورة ادعوا يا ربي كتر خيره. راح ينصر شعب اتعرى ومات ويجيب حق الأحرار. أما منع كل مواقع الجنس عشان يحمينا من نار. أجدع وأشجع شباب ببلدنا الألطراس الرجالة. همة وكرامة مفيش حاجة استحالة. اتضرب رصاصة غدر في ماتش اتقتلت بيها أحلامنا. ومفيش راجل فيكي يا بلد قال لأ بلاش أولادنا. الناس ما بترحمش ولا تترحم عاللي حصل. أولادنا كانوا في ماتش والموت ليهم وصل. ده الناس الناس ما بترحمش وكأن اللي حصل ما حصل وكأن الثورة دي ماتش واللي هيكسب يبقى بطل. دستور يا سيادنا يا سيادنا عايزين دستور يحمينا. دستور يجمعنا ولا يفرق ما هي مصر دي مصر بينا. هتقولي الدين راح أقولك مين يا ابن احنا المصريين. طول عمر الدين في قلوبنا مسلمين أو مسيحيين. انزل واختار رئيسك يلا يا مصري انزل قول. يلا دي الثورة قامت مش عايزين ولا حد فلول. لو كان حمدين وأبو الفتوح اتجمعوا في فريق ما كانتش جت إعادة بين الشيخ مرسي والشفيق. وكأن اللي حصل ما حصل وكأن الثورة دي ماتش واللي هيكسب يبقى بطل. ده الناس الناس ما بترحمش وكأن اللي حصل ما حصل وكأن الثورة دي ماتش واللي هيكسب يبقى بطل. لما بقول ان انا مبطل بلقاش دي مشمال ويمين. ما هو واحد حكم بوليسي والتاني قال ايه بالدين. مش عايز اختار بين سلخ ونار ولا احسان الوحشين. ما هو صوتي هو ضميري وضميري سقط لاتنين. ده الناس الناس ما بترحمش وكأن اللي حصل ما حصل وكأن الثورة دي ماتش واللي هيكسب يبقى بطل. ده الناس الناس ما بترحمش وكأن اللي حصل ما حصل وكأن الثورة دي ماتش واللي هيكسب يبقى بطل. ولا فاكرين اللي ماتوا وهم بيحلموا بالتغيير ولا طايقين اللي عاشوا وكملوا مشوار التحرير. شافوا الدقون بتكتر قالوا هبا الوضع خطير. ما اصل اللي بيحكمنا ما اصل اللي بيحكمنا ما اصل اللي بيحكمنا مخه خطير ورهيب ومكيد.